السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ثم اما بعد مشاهدي الكرام اليوم نتحدث عن علامه من العلامات الكبرى للساعه وربما تكون اخر علامات الساعه الكبرى بحيث اذا حدثت اغلق معها باب التوبه فلا يفتح ابدا حديثنا عن طلوع الشمس من مغربها، حديثنا عن طلوع الشمس من مغربها، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها حتى إذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، حتى إذا طلعت أي طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا أجمعون حين ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا خلاص اللي أمن آمن واللي كفر كفر والباب التوبة أفل وخلاص كل سنة وانت طيب والدنيا خلصت وهذا وقت الجزاء لا وقت العمل طيب متى يحدث ذلك؟ يعني متى تطلع الشمس من مغربها؟ بعد نهاية العلامات الكبرى كلها وتحديدا إذا مات سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام ودفن مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجرة الشريفة يمكث الناس بعد ذلك أزمانا يعودون فيها إلى الكفر ويظل الناس سكارى حيارا لا يدرون لهم إلها وينسى الناس جميعا كلمة الله وينسون ذكر الله وينسون التوحيد ويعودون إلى الشرك ويعودون إلى عبادة الأصنام حتى إذا كان الأمر كذلك طلعت الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة وفي بعض الروايات أن هذا الباب بين مصراعيه يعني قيمة أو مسافة سبعين سنة مسافة سبعين سنة بين هذا الباب الذي يغلق بعد غروب او بعد طلوع الشمس من مغربها وهو باب التوبة فإذا أغلق فلا توبة ولا إيمان يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طيب الكلام ده معناه ايه؟ معناه أن هذه علامة من العلامات الكونية التي تحدث بعد جملة من العلامات المرتبطة بالأحداث الكونية التي تحدث لهذه الارض وافلاك الارض واجرام الارض والمجرات التي فيها الارض، فراينا كثره الزلازل وراينا كثره البراكين وراينا الدخان الذي يشمل ما بين السماء والارض فياخذ المؤمن كالزكمه يعني كالانفلونزا يعني وياخذ الكافر فيدخل في انفه فيخرج من مسامعه ومن دبره ومن كل منافذه حتى ينتفخ كانه الشيء الحنيذ. وراينا تصدعات وتشققات وخسوفات تحدث في الارض حتى يخسف بدول ويخسف بقارات ويرى الناس كل ذلك وكل ذلك من العلامات الكبرى للساعه تختم هذه العلامات كلها بطلوع الشمس من مغربها فاذا طلعت اغلق باب التوبه فلا يفتح بعد ذلك ابدا فلا تقوم هذه الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم هذه الساعة إلا على شرار الخلق، وفي الحديث لا تقوم الساعة، وفي الحديث لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، وفي الحديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، يتهارجون في الأرض تهارج الحمر، أو يتسافدون تسافد الحمر. انظروا إلى فعل الحمر كيف تفعل مع بعضها البعض كذلك الناس في آخر الزمان يصعد بعضهم على ظهر بعض لا فرق بين أنثى ولا بين ذكر ولا وليست معهم عقول ولا قلوب ولا ذكر ولا أرواح ولا أي شيء إنما شأنهم شأن الأنعام وأضل شأنا من الأنعام يتهارجون تهارج الحمر. هذا إذا طلعت الشمس من مغربها فإنما تطلع على أمثال ذلك، فيغلق باب التوبة. معنى ذلك أننا نستنتج بالمعنى أو بالمفهوم حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. إلى متى ربنا يفعل معنا ذلك؟ قال حتى تطلع الشمس من مغربها تاني يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان بس نحاول نرجع لربنا شوية نستغفر الله ونتوب إلى الله عز وجل إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار يعني طول النهار وأنت في معصية الله تعالى لما ترجع بالليل حاسب نفسك على ما أحدثته وما اقترفته في نهارك وفي يومك، ثم أحدث توبة وأحدث استغفارا واطلب من الله المغفرة والتوبة. حينذاك إذا فعلت ذلك تجد الله قد بسط إليك يده يقبل توبتك، وهو الذي يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ فاستغل هذه الفرصة وتب إلى الله عز وجل. ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها اي اننا لدينا فرص عظيمه نغفل عن اغتنامها ونغفل عن ذكر الله عز وجل ونغفل عن, ونغفل عن الاستغفار بكل ما فيه من فوائد تعالوا نتذاكر سويا هذه العلامه الكبرى من علامات الساعه ولكن بعد هذا الفاصل فاصل قصير ونواصل التفصيل. اهلا بكم. اذا ربنا عز وجل لا يزال يقبل توبة العبد حتى تطلع الشمس من مغربها. حتى تطلع الشمس من مغربها. ونبينا صلى الله عليه وسلم يأمرنا دوما بالتوبه والعوده الى الله وبإدامه الاستغفار حتى تطلع الشمس من مغربها. أي أن الإنسان طوال عمره الله عز وجل يقبل منه توبته. حتى ورد عند الإمام مسلم في صحيحه: أن الله تعالى أو أن العباد إذا لم يذنبوا فيستغفروا الله عز وجل لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم إلى هذا الحد؟ نعم إلى هذا الحد. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ربنا يفرح بتوبة العبد المؤمن أشد من فرحة عبد كان يسير في الصحراء ففقد هذه الراحله التي يسير عليها يعني هو يسير في الصحراء ونام نومه فاستيقظ من نومه فلم يجد راحلته ووجدها قد تاهت وهربت منه وفرت بما عليها من ماء ومن طعام فايقن بالهلاك فنام ينتظر الموت فاغفى اغفاءه ثم استيقظ فوجد راحلته تقف بجواره وعليها ماءه وطعامه، فمن شده فرحه قال: اللهم لك الحمد انت عبدي وانا ربك. قال صلى الله عليه وسلم، شوف انظر الى خطا العبد وهو يتحدث مع ربه فيقول: اللهم لك الحمد انت عبدي وانا ربك. فيقول صلى الله عليه وسلم: ان الله اشد فرحا او اشد فرحا من هذا العبد بضالته إن الله أشد فرحا بتوبة العبد أو برجوع العبد إلى ربه إذا عصى. وورد أيضا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أذنب ذنبا ثم استغفر الله عز وجل قال الله لملائكته انظروا إلى عبدي أذنب ثم علم أن له ربا يغفر الذنوب أشهدكم أني قد غفرت له. فيعود العبد إلى ذنبه ثم يعود بعد ذلك إلى ربه نادما تائبا طائعا ويقول يا رب اغفر لي فيقول الله لملائكته انظروا إلى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنوب فاستغفرني أشهدكم أني قد غفرت له ويعود العبد مرة أخرى شأنه شأن جميع البشر الخطاؤون ويتوب إلى ربه فيقول الله لعباده الملائكة هذا عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنوب أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له على ما كان منه غفر له مغفرة تامة كاملة لما؟ لأن العبد فقط فقط أيقن أن له ربا غفارا للذنوب توابا يقبل التوبة ويعفو عن السيئات ويعفو عن الزلات فعاد إلى ربه نادما وقال يا رب اغفر لي ما وقعت فيه من خطأ ومن زلات ومن خطايا ومن معاصي ومن مصائب سوداء فعلتها في هذه الدنيا فيغفر الله له ويشهد ملائكته أنه قد غفر له وينسي كتبته ما كان يفعله من ذنوب ومن سيئات لأن الله قد غفرها له إلى هذا الحد نعم إلى هذا الحد الله تبارك وتعالى يحب عباده ويحب من عباده التوابين ويحب من عباده المتطهرين ويحب من عباده الذين يقبلون عليه ويلحون في الدعاء عليه ويقولون يا رب تب علينا واغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير الى متى يفعل الله هذا مع العباد قال صلى الله عليه وسلم حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها خلاص أصبح الإيمان يقينيا ضروريا عند الجميع ولم يكن هناك غيب يؤمن به خلاص غيب إيه؟ ما القيامة قامت الناس هتكفر به؟ خلاص أصبح عيانا بيانا القيامة قد قامت فإذا قامت القيامة أي إيمان ينفع بعد ذلك؟ وأي توبة قد يحدثها العبد بعد ذلك خلاص اللي تبت واللي آمن آمن واللي كفر كفر ويحشر الناس على ذلك متى إذا طلعت الشمس من مغربها في هذا التوقيت تحديدا يغلق باب التوبة الذي لم يغلق أبدا طوال عمر هذه الدنيا منذ خلق الله عز وجل آدم حتى تقوم الساعة إذا طلوع الشمس من مغربها من اخر العلامات الكبرى التي تظهر قبيل قيام الساعه وانه يتلو طلوع الشمس من مغربها احداث جسام احداث رهيبه احداث كونيه يختلط فيها الانس بالجن ويختلط فيها الدواب والحيوانات والطيور وكل شيء في هذه الحياه ويموج الجميع في بعض ويختلط الجميع في بعض ويعم الفزع جميع الناس هذا يحدث لكل اولئك الذين ما زالوا على قيد الحياه يقول صلى الله عليه وسلم اما الاموات فلا يشعرون بشيء من ذلك ايها الاحباب الكرام هذه العلامه التي هي طلوع الشمس من مغربها علامه من العلامات الكبرى الفارقه بين الدنيا وبين الاخره، والتي يعقبها مباشره قيام الساعه فعليا، واحداث الساعه فعليا، فاذا حدث ذلك اذا طلعت الشمس من مغربها اغلق باب التوبه فلا يفتح بعد ذلك ابدا، وتقوم الساعه على شرار الخلق. دعونا ايضا نلقي الضوء على هذه العلامه الفارقه بين الدنيا والاخره والتي هي اخر على العلامات الكبرى التي تظهر في هذه الدنيا والتي يعقبها قيام الساعه مباشره بعد هذا الفاصل فاصل قصير ونواصل التفصيل أهلاً بكم. روى الإمام نعيم بن حماد رحمه الله في كتاب الفتن عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها نادى مناد من السماء فإذا طلعت الشمس من مغربها نادى مناد من السماء جفَّت الصحف فاذا طلعت الشمس من مغربها نادى مناد من السماء جفت الاقلام وطويت الصحف جفت الاقلام وطويت الصحف فلا يقبل توبه ولا ايمان خلاص الدنيا خلصت انتهت بكل ما فيها من اعمال صالحات او اعمال غير صالحات انتهت بما فيها من ايمان ومن كفر فلا يقبل بعد ذلك توبه ولا ايمان قال: ويخر الشيطان ساجدا باكيا ويخر الشيطان ساجدا باكيا ويقول يا ربي ويقول يا ربي مرني ان اسجد لمن شئت وما شئت تعلمون ان الله تعالى قد امر الشيطان في بدايه الخلق ان يسجد لسيدنا ادم فكفر واستكبر فلما علم ان الدنيا قد انتهت وأن موعده قد حان مع ربه ومع ما ينتظره من العذاب يوم القيامة على ما فعل في هذه الدنيا وعلى ما أغوى من عباد الله قال يا رب مرني أن أسجد لما شئت ومن شئت يعني بعد إيه؟ مرني أن أسجد لمن شئت وما شئت قال فتجتمع إليه الشياطين ويقولون إلى من نفزع يا سيدنا تجتمع الشياطين إلى الشيطان ويقولون إلى من نفزع يا سيدنا فيقول إن ربي قد أنظرني إلى يوم الوقت المعلوم وقد أنظرني, وقد أنظرني إلى يوم يبعثون وها هي الشمس قد طلعت من مغربها وهذا هو الوقت المعلوم فانطلقوا حيث شئتم أنا أقدر أعمل لكم حاجة فانطلقوا حيث شئتم قال فتنطلق الشياطين ظاهرين في الأرض يراها الناس وتختلط البشر حتى يقول الإنسان هذا قرين الذي كان يغويني الحمد لله الذي أخزاه وأراحني منه فينظر الناس إلى الشياطين إلى أكلهم وإلى شربهم وإلى هيغوي خلاص هيدل على أعمال السماء خلاص اللي عمل عمل واللي ما عملش ما عملش وأصحاب النار في أصحاب في النار وأصحاب الجنة في الجنة خلاص لا عمل ولا إيمان ولا توبة ولا معصية كل واحد على عمل خلاص سيحشر عليه يبقى وظيفه الشياطين خلاص انتهت. يقول فإذا الشياطين تختلط بالإنس حتى يقول الإنسان هذا قريني الذي كان يغويني الحمد لله الذي اخزاه وأراحني منه. متى يحدث ذلك؟ بعد طلوع الشمس من مغربها. وإلى أن يحدث طلوع الشمس من مغربها يأمرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحدث لكل ذنب توبه يامرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ان نعظم الامل في الله والا نقطع الرجاء في عفو الله وفي رحمه الله وفي مغفره الله ويامرنا دوما ان نقرا قوله عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إن ربنا غفور إن ربنا رحيم إن ربنا رحمن إن ربنا جميل إن ربنا طيب إذا فلما نبتعد عن ربنا الرحمن الرحيم الجميل العفو الغفور لما نغرق في معاصينا وفي مآسينا ونأسى على هذه الحياة الدنيا وعلى ما فاتنا منها. يا سادة، الدنيا لا تستحق العناء إلا بقدر ما يقدم الإنسان فيها من إصلاح لنفسه ولغيره، إلا بقدر ما يقدم الإنسان فيها من خير لنفسه وللإنسانية جمعاء. فإن خير الناس أنفعهم للناس. وربنا عز وجل امرنا بتقديم النفع لكل الناس وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بان ننفع الناس وقال من استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفع فما بالنا وقد قطعنا الارحام وقد على حديثنا الكذب والخديعه والغيبه والنميمه وقد كثرت شهادات الزور فيما بيننا وقد كثر البعد عن الله عز وجل ما بالنا نغرق في هذه الحياه بكل ما فيها من معاص ومن ماس ولا نعود الى ربنا الذي يحبنا والذي يدعونا اليه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل يفعل ذلك حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت الشمس من مغربها فلا ايمان فلا توبه فلا دنيا اصلا فلا عمل اصلا لان وقت العمل قد فات لان وقت الافعال قد فات لان وقت الاقوال قد فات وحان وقت الجزاء والحساب والثواب والعقاب لان القيامه قد قامت كم تستمر الدنيا بعد طلوع الشمس من مغربها الروايات تختلف في المدة التي تستغرقها الدنيا بعد طلوع الشمس من مغربها فبعضهم يعدها بعشرات السنين وبعضهم يقول مئة وعشرين عاما في هذه الفترة كلها يتهارج الناس تهارج الحمر ويعيشون في البلاد كالحيوانات ولا يألو أحد على أحد ولا إيمان ولا إسلام ولا توحيد ولا في الأرض أحد يقول الله الله أيها السادة الأحباب في الله وفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تغفلوا عن التوبة، لا تغفلوا عن الاستغفار، لا تغفلوا عن ذكر الله، لا تغفلوا عن الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أسأل الله لي ولكم أن يجعلنا من عباده التوابين الأوابين. وان يغفر لنا ذنوبنا ما ظهر منها وما بطن وان يعاملنا بما هو اهله ولا يعاملنا بما نحن اهله انه اهل التقوى واهل المغفره والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته